أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دابنغا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم. أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دابنغا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وحنتناول في هذه الحلقة التزايد المستمر في سعر الدولار وأسبابه وكيفية التحجيم، خاصة وأن السعر الرسمي للدولار تجاوز حاجز 400 جنيه. للوقوف على هذه القضايا حنستضيف البروفيسور حسن بشير، الخبير الاقتصادي المعروف، وفي البداية بنقول له مرحب بك يا بروف في راديو دابنغا، وعايزينك تورينا رأيك شنو حول التزايد المستمر لسعر الدولار وكيفية الحد منه. تعرفت هو عرض من أعراض المرض أو العلة التي يعاني من الاقتصاد السوداني، يعاني من خلل هيكلي وعجز كبير في ميزان المدفوعات وعدم تنافسية الصادرات، بالتالي في مشكلة في الحصول على النقد الأجنبي أو احتياطات من النقد الأجنبي داخل خزينة بنك السودان المركزي. وذكرت قبل كده أن المعادلة يعني بسيطة جدا، أنه إذا توفر نقد أجنبي في المصارف وفي النوافذ الرسمية لمقابلة الطلب على النقد الأجنبي فيستغر سعر الصرف، وإلا لن يستغر سعر الصرف أبدا بهذه الإجراءات وبمطاردة السوق الموازي. ما قامت به الحكومة هو مطاردة للسوق الموازي، نفس المنهجية كانت متبعة في النظام البائد عندما كانوا يرفعون السعر التأشيري في مطاردة لسعر الصرف. كلما ارتفع سعر الصرف في السوق الموازي هم يقومون برفع سعر التأشيري لما يقارب ذلك السعر، والآن الحكومة الانتقالية رفعت سعر الصرف لما يقابل سعر السوق الموازي. وأنا ذكرت الكلام ده مرارا وتكرارا أن هذه العمليات غير مجدية ولن يستغير سعر الصرف، لأنه بمجرد أن يكون هنالك طلب للنقد الأجنبي ويذهب المشتري إلى البنك إلى المصارف الحصول على نقد أجنبي ولن يحصل عليه، بالتالي أنه سيلجأ مباشرة إلى السوق الموازي، والسوق الموازي حيرفع السعر، وهكذا ستتم المطاردة إلى ما لا نهاية. وأنا توقعت أن سعر الصرف حيستغير لفترة محددة، وبعد ذلك أنه الجنيه السوداني حيبدأ في التدهور نتيجة للنقص في النقد الأجنبي. فأنه الآن الإجراءات اللي بتتبعها الحكومة في تغييد الحصول على النقد الأجنبي يعني من الحسابات المصرفية بالنسبة للمواطنين السودانيين وبالنسبة للأجانب هي إجراءات مضرة بالاقتصاد، بالعملية الاقتصادية. وده يعني شيء بسيط، يعني أنه القرار الذي اتخذته الحكومة برفع سعر الصرف إلى ما يعادل السعر الموازي كان قرارا خاطئا تماما، ولا علاقة له بالاقتصاد ولا علاقة له بالفهم الاقتصادي الصحيح، لأنه كان أي إنسان يعني أنه عامل في المجال الاقتصادي بيفهم بأنه إذا لم يتوفر لك نقد أجنبي سوف لن يستغل سعر الصرف، فبالتالي أنه ما في أي داعي كان أنه لمطاردة السعر السوق الموازي يعني. ودي نتيجة منطقية، إذا كان عندهم أموال إخوة ليه منتظرين أنه ضخة يعني؟ ما هو المسألة دي المفروض تحصل بشكل تلقائي، يعني المفروض طوالي أنه يقزوا النوافذ المصرفية الرسمية والصرافات بالنقد الأجنبي الذي يقابل المزألة بتاعت الطلب على النقد الأجنبي، سواء كان هذا النقد الأجنبي لمعاملات شخصية أو لمعاملات رسمية أو للمزألة بتاعت الاستيراد أو التحويلات إلى الخارج أو أي كان، مثل السودان مثل أي بلد طبيعي، يعني أنه الاقتصاد فيه طبيعي، لكن أنه الوضع الاقتصادي في السودان غير طبيعي. السودان بيعاني من أزمة اقتصادية مستحصية، وبالتالي مثل هذه الإجراءات يعني إجراءات عظيمة ولن تؤدي إلى أي نتيجة، وإنما ستزيد الوضع سوءا، والمزالة بتنعكس على المواطن، لأنه كلما تدهور سعر الصرف كلما ارتفعت معدلات التضخم وكلما انخفض
انخفضت القوة الشرائية للدخول، وكلما زادت معاناة الشعب السوداني، وكلما زاد الفقر والإفقار والإملاق في البلد. فهذه السياسة يجب أن تراجع تماما. على الحكومة أن تتخذ إجراءات رشيدة، يعني تستجيب للواقع الذي يعاني منه الاقتصاد السوداني، لأنه هذا يعني أنه ليس اقتصاد اليابان ولا كوريا ولا الاقتصاد حتى بتاع جنوب أفريقيا ولا نيجيريا، ده الاقتصاد السوداني. الاقتصاد السوداني عنده مشاكل يجب أن تعالج حسب الوضع الاقتصادي في السودان. إضافة لذلك أن الحكومة عليها أن تنظر للمصادر، مصادر النقد الأجنبي، الشركات التي تم إرجاعها من إزالة التمكين والتي لم يتم تشغيل معظمها حتى الآن يعني، وتوقف حتى الإنتاج كان فيها، والشركات التي قيل أنها تم استلامها من المؤسسات العسكرية، والجوانب المتعلقة بالذهب، والجوانب المتعلقة بالصادرات، والجوانب المتعلقة بالتهريب وغيره. على الحكومة أن تقوم بالدور المناط بها، الدور الذي يجب أن تقوم به الحكومة، لأن هذه مهمة أولية، إليمنتري، مهمة أولية بالنسبة للحكومة وليس مسؤولية المواطن. ولكن ما تقوم به الحكومة الآن هو زيادة المعاناة، زيادة معاناة الشعب السوداني، ولم تجدي كل الإجراءات اللي حصلت دي حتى تغيير الحكومة والمزالة بتاعت سلام يوبا وإقامة المزالة بتاعت مجلس الشركاء ودخول يعني حركات الكفاح المسلح في الحكومة، كلها أي تأثير إيجابي غير أنه زادت الصرف، زادت الأعباء المالية، لحد الآن ما في أي أثر إيجابي، ويعني أنه الوضع معقد جدا جدا. لكن الإجراءات، أرجع وأقول لك في البداية أنه الإجراء كان خاطئ تماما. في ختام هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم، بنشكر البروفيسور حسن بشير الخبير الاقتصادي المعروف، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.